بسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، آمين. أهلا بكم في قراءة مبسطة لرسالة معلمنا بولس الرسول إلى تلميذه تيموساوس، الرسالة الأولى والإصحاح السادس. احنا شفنا في الإصحاح الخامس قديس بولس إدى شوية وصايا حلوة قوي لتلميذه تيموساوس على أسلوب التعامل مع كل فئات الشعب من كل الأعمار، الشيوخ والأرامل والأحداث والحدثات، وإدى اهتمام بفئة الأرامل اللي منهم تهتم بيهم الكنيسة واللي منهم المفروض يهتم أهلهم بيهم، وقال كمان على الأرملة الخادمة اللي هي تكون بعد كده في درجة شماسات، وإزاي أنه على الكنيسة أن تتحمل النفقات بتاعتها، وأنه كمان الكنيسة لازم تتحمل نفقات الأب كان، فهو بيهتم بخلاص النفوس فتهتم بيه من ناحية المادية ومن الناحية الاجتماعية عشان خاطر هو يهتم بالخدمة والكرازة. ووصى كمان ان هو ما يحطش ايديه على حد بسرعة الا لما يختبر هذا الانسان ويتأكد انه حياته وسلوكه يليق بانه يكون خادم للمسيح. تعالوا نشوف مع بعض الاصحاح الاخير، اصحاح السادس في الرسالة الاولى، الخريطة بتاعته ماشية ازاي من عدد واحد لعدد اتنين، يكمل لنا بقية وصايا الإصحاح الخامس، فيقول وصايا للعبيد، ومن عدد 3 لعدد 10 يتكلم عن حياة التقوى والقناعة، ومن عدد 11 لعدد 16 يدي وصايا للإنسان اللي عايش لربنا، ومن عدد 17 لعدد 19 يدي النصايح للأغنياء خاصة، ومن عدد 20 ل 22 آخر الإصحاح وصية لتلميذه المحبوب تيموساوس. يلا بينا نبتدي. جميع الذين هم عبيد تحت نير فليحسبوا سادتهم مستحقين كل إكرام لألا يفترى على اسم الله وتعليم. الناس اللي هم في عبودية هم تحت نير، يعني عايشين في العبودية لسه، لأن وقتها كانت العبيد دي كانت موجودة وكان في عبودية. طالما انت عبد وبتشتغل عند حد، اعتبر السيد اللي انت بتشتغل عنه دوت لانه مسيحي تديله كرامة اكتر. ليه؟ لان العبد الامين، او دلوقتي نعتبره الموظف الامين، بيكرز للمسيح، وغير الامين بيسبب تجديف على اسم ربنا. يعني انا النهاردة بشتغل عند في شركة اصحابها ناس مسيحيين، فانا اكون سامحوني يعني كده هوت عايش براحتي بقى، ممكن اغيب، اصلا انا طالع مؤتمر، اصلا انا مش عارف ايه، اصلا انا عندي طالع رحله رايح الدير. حبيبي في شغل، خليك امين في شغلك، بل بالعكس ده انت محتاج انك تكون امين قدامه اكتر. ليه؟ لان هو مهتم بيك واخد باله منك، لانك انت لو مش هتبقى امين هيقولك ادي الناس اللي ماشيه مع ربنا، ادي الخدام، ادي مش عارف ايه، غير أمين في شغله، غير أمين في عمله، غير أمين على الوزنات اللي ربنا مديها له، على الشغل اللي ربنا سمح له به. والذين لهم سادة مؤمنون لا يستهينوا بهم لأنهم أخوة. يعني الأولانيين اللي بيشتغلوا عند سادة مش مؤمنين، مش في المسيح، قال لك خليك أمين قدامه قوي عشان خاطر هو يتمجد اسم ربنا لما يشوفك إنسان أمين تكرز باسم ربنا من غير ما تتكلم بأمانتك وبشغلك. والناس الذين لهم سادة مؤمنون، العبيد اللي يعني بيشتغلوا في بيت سيد مؤمن، لا يستهينوا بهم لأنهم أخوة، بل يخدموهم أكثر، لأن الذين يتشاركون في الفائدة هم مؤمنون ومحبوبون. علم وعز بهذا. العبد اللي بيشتغل في بيت سيد مؤمن نمرة واحد لا يستهين به، يعني يعامله بكل احترام أكتر، مش ساعة تعبير كده دايما نسمع لك ايه يا أخي ده احنا أولاد معمودية واحدة. هل معنى ان احنا اولاد معمودية واحدة ان انت تتجاوز، ان انت ما تبقاش امين، ان انت تاخد اكتر من حقك؟ ده بالعكس بيقول كده، بل يخدموهم اكثر، ده انت تقدم له خدمة اكتر، تكرمه اكتر وتخدمه اكتر، لاننا كلنا بنشترك في الفائدة اللي هي الحياة الابدية وتمجيد اسم ربنا. علم وعز بهذا. الموضوع محتاج الناس دي تتعلم، ارجوك يا تيموساوس علمهم، فهمهم، لأن الناس بتستبيح أو بتاخد حاجة
مش مفروض تعملها، أو بيتصرفوا تصرف بيكونوا سبب أن الناس تدين المسيح بسبب عدم أمانتهم وتصرفاتهم. في وقت من الأوقات كان كل المسكين المالية مسيحيين، كل الناس اللي ماسكة مراكز حساسة جدا في البلد مسيحيين. ليه؟ لأنه معروف عن الإنسان المسيحي أنه أمين. سامحوني دلوقتي الموضوع دوت، إحنا تأثرنا كتير وما بقيناش على نفس درجة من الأمانة والنقاوة والصدق. عمره ما كنت تسمع إنسان مسيحي يشتم أو يحلف، لكن محتاجين نراجع نفسنا ونرجع أولادنا في تعليمهم المبادئ المسيحية الأساسية. إن كان أحد لا يعلم تعليما آخر، إن كان أحد يعلم تعليما آخر ولا يوافق كلمات ربنا يسوع المسيح الصحيحة والتعليم الذي هو حسب التقوى، فقد تصلف وهو لا يفهم شيئا، بل هو متعلل بمباحثات ومحاكات الكلام التي منها يحصل الحسد والخصام والافتراء وزنون الرديئة. نقل هنا هوت على الناس اللي هي المعلمين الكذبة اللي بيقدموا تعليم غريب عن المسيحية، زي ما كلمتكم قبل كده كتير عن الغنوصية اللي هي والذات العليا والأيونات، وتعليم قال لك تعليم غريب لا يوافق كلمات ربنا يسوع المسيح. احنا نؤمن بالله الذي أرسل ابنه الوحيد وفدانا على الصليب ومات وقام ويجيء في المجيء الثاني، لكن غير كلام بقى أيونات وفي طبقة الذات العليا وفي المسيح ده واحد من الأيونات وفي أيونات أقل، الكلام ده كله كلام غير سليم. قال كده فقد تصلف. كانت مشكلة اليونانيين خلي بالكم يحبوا العلم قوي ويحبوا الحاجات الغريبة كده هوت والأفكار الجدا. تصلف يعني تكبر وهو لا يفهم شيئا، يعني هو بصراحة غبي. هؤلاء الناس المتكبرون ما يفهموش هدف ربنا إيه، بل هو متعلم بمباحثات ومحاكات الكلام، يعني بيدي أسباب وعلل عشان يجادل الكلام السليم كلمة ربنا. ومن الجدال دوت يحصل بقى إيه؟ يحصل الحسد والخصام والافتراء، يفتروا على بعض ويظنوا ظنون وحشة، ويبقى فيه تهم بطالة وتبقى مشاكل كتيرة. ليه؟ لأن الناس دي بتقدم تعليم غريب، مش تعليم بحسب الكتاب المقدس. يقول الكتاب كده إن كان لكم بهذا يعرف الناس أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم نحو بعض. يكمل بقى في عدد 5 يقول كمان يطلع منهم إيه؟ ومنازعات أناس فاسدي الذهن وعديم الحق يظنون أن التقوى تجارة، تجنب مثل هؤلاء. المجموعة دي كان عندهم للأسف الشديد كانوا بيتاجروا بالتعاليم بتاعتهم ديت، وسامحوني في التعبير، وكانوا بيربحوا من وراها فلوس. الحياة مع ربنا مش من أجل ربح مادي، بالعكس احنا شفنا الرسل انه كان كل حاجة تتحط تحت رجلين الرسل وتتوزع لكل الناس بحسب احتياجه. بولس عاش في فقر، كل التلاميذ عاشوا لا يملكوا شيء. بطرس قال له كده ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك فماذا يكون لنا؟ قال له من ترك من أجل أبا أو أما أو أخوة أو مال أو مقتنيات أو زوجة أولاد يأخذ 100 ضعف. عشان كده يقول له إيه؟ تجنب مثل هؤلاء، ابعد عنهم لأنهم مصدر مشاكل وعثرة. وأما التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة. الإنسان التقي اللي عايش بحسب كلام ربنا وعايش في اتضاع وقناعة يكسب الناس تجارة عظيمة، يعني تربح النفوس، ناس تحبك وناس تحب المسيح من خلالك وتدخلهم معك السماء. وأما التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة. ويوضح بقى كلامه يقول له كده لأننا لم ندخل العالم بشيء، واضح أننا لا نقدر أن نخرج منه بشيء. يعني في الحقيقة إحنا لما تولدنا ما جيناش وإحنا معانا أكياس ذهب، ولما نموت مش هنخرج بالأكياس دي. أنا تولدت عريان وهموت واتحط في الصندوق بتاعي عريان برضو. عشان كده هوت المسيح قال لنا لا تهتموا بما تأكلوا بما تشربوا بما تلبسوا، اطلبوا أولا ملكوت الله وبره هذه كلها تزاد لكم. اهتم قوي بأبديتك، اهتم بتوبتك المستمرة، لأن هو دوت أنا آسف هو دوت في الحقيقة التجارة المهمة.
فيقوم بقى القديس بولس قال اي القاعده الجميله بتاعته، فان كان لنا قوت اكل يعني وكسوه هدوم فلنكتفي بهما. الانسان المتضع القنوع يعرف ازاي يكون مكتفي بكل شيء، في اكل وفي لبس نشكر ربنا عليه، عايزين ايه اكتر من كده؟ واما الذين يريدون ان يكونوا اغنياء فاسقطونا في تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية ومضرة تغرق الناس في العطب والهلاك. ايه بقى الموضوع ده؟ الذين يريدون، الانسان الذي يسعى اللي عايز اللي بيدور اللي نفسه انه يكون غني، يعني محبة المال شهوة المال والغنى والكثرة والعظمة هي دي اللي مسيطرة عليه، ده في الحقيقة بيحصل له ايه؟ ده بيقع نفسه في تجارب كتير قوي، والشيطان بيحط له فخاخ كتيرة قوي وشهوات كتيرة غبية ومضر، لأن الكتاب بيقول إيه؟ لأن محبة المال أصل كل الشرور. من أجل مركز معين، من أجل بوزيشن معين، من أجل شغل معين ممكن يتنازل عن مبادئ، يتنازل عن أخلاقيات، ممكن يكون سبب عثرة للناس اللي حواليه، تغرق الناس في العطب والهلاك، الفساد والموت. لأن محبة المال أصل كل الشرور، الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. اللي بيحب الفلوس هيلاقي نفسه وبيسعى وراها هتبعده كتير قوي عن الإيمان وعن ربنا. ما بيشتغل وبتاع عايز يعمل فلوس كتيرة، مش مهم بقى عندك قداس، عندك اجتماع، عندك خدمة، مش مشكلة، بعدين وتلاقي العمر اتسرق والإنسان ده وتلاقي نفسه في حتة تانية خالص بعيد عن ربنا. طعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. طب إيه بقى نعمل إيه؟ وأما أنت يا إنسان الله، تعبير رائع رائع، كل واحد فيكم أحبائي هو إنسان الله، فاهرب من هذا، اهرب من محبة المال. مرتين القديس بولس قال اهرب، قال اهربوا من محبة المال واهربوا من الشهوات الشبابية، واتبع البر والتقوى والإيمان والمحبة والصبر والوداعة. أما أنت يا إنسان الله، اتبع البر، خليك إنسان عادل وبار، والتقوى مخافة ربنا، الإيمان السليم، المحبة لكل الناس، والصبر والوداعة. الإيمان والمحبة دول ثمرة من ثمار الروح القدس، والصبر الاحتمال والوداع اللطف، كل دي ثمار الروح القدس. الإنسان اللي عايش مع ربنا وبيهرب من محبة المال يعيش حياة تقية وحياة نقية. اللي اختار ربنا يكون نصيبه مش المال هيلاقي نفسه عايش مع ربنا حياة مقدسة، واللي اختار المال هيلاقي نفسه وقع في التصلف، فساد الذهن، وشهوات غبية مضرة ومحبة المال. في عدد 12 يقول له كده: جاهد جهاد الإيمان الحسن يأتي مساوس. الإيمان الجهاد الحسن ضد العالم وضد الشيطان وضد الشهوات، وامسك بالحياة الأبدية. شوف التعبير، كأن الحياة الأبدية دي حاجة كده أنت هتمسكها. طب امسكها إزاي؟ التي إليها دعيت واعترفت الاعتراف الحسن أمام شهود كثيرين. اعترفت بإيه؟ اعترفت بالإيمان بالمسيح، أن المسيح الفادي والمخلص بتاعي اللي مش ممكن أسيبه أبدا. أوصيك، قبل كده قال له أناشدك في الإصحاح اللي فات، مرة دي يقول له أوصيك أمام الله الذي يحيي الكل مصدر الحياة، ما تخافش من حد. أوصيك أمام الله الذي يحيي الكل والمسيح يسوع كمان، الذي شهد لدى بيلاطس البنطي بالاعتراف الحسن أن مملكتي ليست من هذا العالم، أنا جاي أشهد للحق، أن تحفظ الوصية بلا دنس ولا لوم إلى ظهور ربنا يسوع المسيح، إلى مجيء ربنا يسوع المسيح. أنت تكون واقف قدام ربنا بلا دنس، فيش خطية ولا لوم، فيش حاجة تلومك، إلى مجيء ربنا الذي سيبينه في أوقاته المبارك العزيز الوحيد ملك الملوك ورب الأرباب. ربنا هو مصدر كل البركات، يوصفه أنه هو ملك الملوك ورب الأرباب زي ما قالها في رؤية القديس يوحنا الرأي في رؤية 19.
عدد 16. الذي وحده له عدم الموت، ساكنا في نور، في نور لا يدنى منه، الذي لم يره أحد من الناس ولا يقدر أن يراه، الذي له الكرامة والقدرة الأبدية. أمين. الله اللي هو بيهب الحياة، هو مصدر الحياة ولا يموت، الذي وحده له عدم الموت، ساكنا في نور لا يدنى منه. ده مجد ربنا العظيم، محدش يقدر يقرب منه. كنا ما نقدرش نبص في الشمس، فكم وكم ما نقدرش نبص على ربنا. فاكرين كده لما موسى طلب منه قال له أرني مجدك، قال له لا أحد يراني يا موسى ويعيش. لكن الله من محبته يقول كده هوت، لما حب في لبس قال له أرنا الآب وكفانا، قال له حبيبي أنا معك كل هذا الزمان ولم تعرفني يا فيلبس. ربنا إحنا شفناه، الذي رأيناه بعيوننا ولمسته أيدينا، وإحنا بنشوفه كل يوم على المسبح وبنتناوله. الذي لم يره أحد من الناس ولا يقدر أن يراه، لكن إحنا أخذناه واتحدنا به، الذي له الكرامة والقدرة الأبدية. يتنقل من عدد 17 وصية بقى للأغنياء، وكأنه افتكر حاجة كده، هو عايز قبل ما تخلص الرسالة عايز يوصي بيها. قال له أوصي الأغنياء في الظهر الحاضر، يعني في الحياة اللي احنا فيها دي، أن لا يستكبروا. وكأن الإنسان لما بيبقى يمتلك المال يشعر بالقوة والعظمة كده، فقال له لو سمحت قل لهم لا يستكبروا. فاكرين لما قال في عدد 9 كده الذين يريدون أن يكونوا أغنياء يسقطون في فخ وشهوات غبية، اللي هي إيه؟ الكبرياء. ولا يلقوا رجاءهم على غير يقينه الغني. يعني اوعى يكونوا معتمدين على فلوسه، ده الرجاء اللي على غير يقينه، غير مضمون يعني. بل يلقوا رجاءهم على مين؟ على الله الحي الذي يمنحنا كل شيء بغنى للتمتع. يعني كل غنى، كل نعمة ربنا مديها لنا عشان نتمتع بيها هو اللي مديها لنا. لما يبقى عندي هذه الروح وهذا الاتضاع تلاقي ربنا يدي كتير. اتذكر احد الاراخنة في الكنيسة من الناس اللي كانوا ربنا مديهم نعمة وخير كتير، فكان يقول لي كده يا ابونا تفتكر انا هخش السماء؟ فقال له ازاي، ده انت انسان جميل وبتحب ربنا ويعني بتدي خير كتير. قال لي الكتاب بيقول ما اصعب دخول الاغنياء ملكوت السماوات. قلت له كمل الآية، المتكلين على أموالهم. ناس اللي هي بيتكلم عنهم هنا قديس بولس الرسول، اللي هم يلقون رجاءهم على غير يقينه الغني، إن هم متكلين على أن فلوسهم دي هتأمنهم. أدينا شفنا في الثورة الفلوس ما نفعتش الناس، وفي الكورونا الفلوس ما نفعتش الناس. يكمل بقى في الوصية للأغنياء، وأن يصنعوا صلاحا، يعني بلاش الحاجات الوحشة دي، خليهم بقى يعملوا إيه؟ أن يصنعوا صلاحا، يعني خليه أعمال صالحة. يعني في بعض الأغنياء اللي تلاقيه فاتح بيزنس عشان بس هو مش محتاج فلوس، بس هو فاتح عشان بيشغل، فاتح بيوت بتاكل وتعيش. وأن يكونوا أغنياء في أعمال صالحة، يعني خلي غناهم الحقيقي في أعمالهم الحلوة. وأن يكونوا أسخياء في العطاء. وإنت بتدي تعلم من المسيح، لما قالوا له الجموع جعانة قال لهم نأكلهم، معاكوا أكلوا؟ لا طبعا هأكلهم. أكلهم إيه؟ أكلوا وشبعوا ورفعوا ما فضل عنهم 12 أف. طب كان إيه لازمته يا رب بس يعني تبارك بزيادة، ما تأكل الناس وكفاية؟ لا لا لا، ربنا لما يدي بسخاء. أن يكونوا أسخياء في العطاء، كرماء في التوزيع. وانت بتوزع وزع بالكرم. في واحد كده يجي يوزع دي كل واحد ياخد واحدة بس، طب لو انت ربنا مديك خير ادي زيادة. يقول كده هو مدخرين لأنفسهم، بدل ما تدخر بقى فلوس في البنوك، لا لا لا، مدخرين لأنفسهم أساسا حسنا للمستقبل. أي مستقبل؟ إن أنا على الأرض أنا ممكن أموت دلوقتي، لكن يتكلم على مستقبل الحياة الأبدية، لكي يمسكوا بالحياة الأبدية. تاني مرة يتكلم على حكاية امسك بالحياة الأبدية.
فاكرين لما قال لهم كده هو رب المجد اكنزوا لكم كنوزا في السماء، امسكوا بالسماء مش يمسكوا ايديهم على الفقراء او يمسكوا الفلوس، مش تعمل لهم حاجه الفلوس. ياتي مساوس احفظ الوديعه معرضا عن الكلام الباطل الدنس. الوديعه هنا بيتكلموا على الايمان السليم، فاكرين كده هو هيقول له في الرساله الثانيه وما تسلمته مني اودعه اناسا امناء. التعليم اللي انا اديته لك يلا سلموا الناس عندهم امانه عشان يعلموا اخرين ايضا. معرضا عن الكلام الباطل الدنس، الكلام الفاضي بقى اللي لا هيبني ولا هيقدم ولكن هيدنس فكرنا، ومخالفات العلم الكاذب الاسم، النقاشات الجدليه في العلم اللي هو هيضلل الناس مش هيوصلهم حاجه. الذي اذا تظاهر به قوم، زي ما قلت لكم اليونانيين كانوا يحبوا قوي يتجادلوا في الحتة العلميه والكواكب والبتاع، زاغوا من جهه الايمان، تركوا الايمان السليم، النعمه معك امين. شوفوا ختم الرساله فجاه كده تحسوا يعني. طبعا هو يعني اداله اجمل حاجه، قال له نعمه ربنا تكون معك. تعال ناخد آية حقيقة صح مليان آيات حلوة، وكل ما أقول لهم الآية دي لا أقول لا هقول الآية دي، أختار الآية دي لا أختار الآية دي، فخلوني أختار. وأما أنت يا إنسان الله، كل واحد فينا كده هو يفكر في نفسه، أنت ابن ربنا، أنت إنسان الله، شايفين الوصف رائع إزاي؟ اهرب بقى، اهرب إيه؟ اهرب من هذا، اهرب من محبة المال، واهرب من الشهوات الشبابية، اهرب. طب واعمل إيه؟ واتبع البر والتقوى والإيمان والمحبة والصبر والوداعة، عيش بالثمار الحلوة دي أو بالصفات الروحية الحلوة دي، خليك إنسان بار يعني إنسان وديع، إنسان عادل في تعاملاتك، عايش في مخافة ربنا، بتتعامل مع ناس بوداعة مش بكبرياء، طول بالك وتحتمل، تقدم محبة. ربنا يديني يديكوا أحبائي إن احنا نبقى إنسان الله. نشكر ربنا، إلى هنا أعاننا الرب في هذه الرسالة، وإن شاء الله نكمل مع بعض الرسالة الثانية. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.